أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال متميزة. اخترنا لكم اليوم السيد ياسين شريك في كافتيريا نأنأة. حابين أيضا نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا بكم في نأنأة كافتيريا. أنا اسمي محمد ياسين، شريك في كافتيريا نأنأة مع اثنين من أصدقائي. الفكرة جات لنا من حوالي سنة ان احنا نبدا كافتيريا نأنأة. كنا بندور قبليها بسنتين على المشروع اللي ممكن نعمله، ايه اللي احنا ممكن يميزنا عن بقيه الناس اللي حوالينا. فجت لنا الفكره ان احنا نعمل كافتيريا نأنأة. كافتيريا نأنأة هي فكره اكتر منها مطعم بيقدم اكل. الاكل موجود في كل مكان وكلنا بنلاقيه في مطاعم كتيره، لكن نأنأة هي فكره كلها ان احنا عايزين اخواتنا المصريين اللي موجودين في الامارات وبقيه الاخوه العرب كمان اللي موجودين معانا في الامارات ان هم يجربوا اكلنا المصري ويعيشوا الجو بتاع مصر، وفي نفس الوقت مصر المصريين نفسهم الحنين بقى طبعاً للوطن أكيد أكيد. يرجعوا له يعني. اكيد. خبرنا اكثر عن انواع الاكل اللي بتقدموه، عن اشهر الاطباق طبعا او اشهر الماكولات الموجوده حاليا عندكم في نأنأة. نأنأة بيقدم تقريبا اكل الشارع المصري، تمام؟ الحاجات اللي احنا بنخرج بيها لما كنا بنخرج في مصر ونقعد على الكورنيش او نقعد في قهوه بلدي كده صغيره، كنا بنطلب كبده، سجق، حواوشي، الحاجات ديت. فهو نأنأة بتقدم لنا الكلام دوت، كبده والسجق في العيش الفينو بتاعنا المصري. بتقدم برده نأنأة كريبات اللي احنا متميزين جدا في الكريبات ومشهورين جدا بيها، كل الانواع، فراخ ولحمه. بتقدم الشاورما المصري الكايزر، تمام؟ اللي هي مش موجوده هنا، ما كانتش موجوده في الامارات كتير. نأنأة من اول الاماكن اللي عملت شاورما مصري كايزر. الحواوشي، الكبده بالرده، ده بالنسبه للمأكولات اللي هي الاطباق الحادقه. بالنسبه للاطباق الحلوه احنا عندنا الزلابيه، تمام؟ احنا بيسموها هنا في الامارات القيمات. ايوه. احنا بنقدم الزلابيه طبعا بمختلف انواعها، سكر وعسل ومكسرات او بنوتيلا. وبنعمل برضو السويت بوتيتو اللي هي البطاطا المصري. ممتاز. تمام. بيبقى في شويه لخبطه هنا مع الناس، البطاطا اللي هي البطاطس. أيوة. لكن احنا البطاطا اللي هي البطاطا المصري اللي هي لونها اورنج، بنجيبها ونشويها في زي اكن انت في مصر عندنا عربيات بتشوي بطاطا، احنا بنعملها هنا بالظبط زي كده. تمام. حابين ايضا نتعرف عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي راسمينها في الايام اللي جايه في نأنأة. زي ما ذكرت لحضرتك في الاول، احنا الهدف بتاعنا ان احنا الاتموسفير نفسه، الجو نفسه، الناس كلها تعيشوا معانا. فاحنا ان شاء الله مخططين في خلال 6 سنين اللي جايين ان احنا يبقى عندنا في كل سنه ان شاء الله فرع متواجد. تمام. وان شاء الله نبقى موجودين في كل اماره بحيث ان الناس كلها تقدر توصل لنا واحنا نقدر نوصل للناس كلها باذن الله. الله يطرح لكم البركه، وان شاء الله من تميز الى تميز اكثر ونجاح. ايضا الامن والامان في دوله الامارات على اعلى مستوى. كيف ممكن يساعد على استقطاب مستثمرين؟ كيف ممكن يساعد ايضا على استقرار السوق اللي احنا فيه؟ والله يعني انت بتسال في حاجه كلنا بتهالي ملموسه عند كل الناس اللي عايشين طبعاً في الامارات. طبعا طبعا. القياده بتاعه دوله الامارات بتعمل مجهود في الحته ديت. احنا 24 ساعه لو انت موجود في الشارع هتلاقي على طول دايما موجودين، الشرطه موجوده فعليا. وبتلف وبتشوف الناس وبتتابع الناس، حتى في الناس الناس متواجده في الشارع بتبقى ممكن تسهر لغايه الساعه 2 و3 بالليل. لو ستات حتى لوحدهم بيبقوا حاسين بالامان، ما فيش فيها مشكله خالص. حتى لما بتخرج في اي حته في وقت الذروه بيبقى لو في اطفال بيبقوا لوحدهم برضو بيحسوا بالامان، فما فيهاش مشكله. ده طبعا بيساعد ان الناس تنزل وتخرج وتيجي وتشوف المكان بالظبط. وده بيساعد طبعا الاعمال تزدهر. وشكرا طبعا للقياده الرشيده بتاعت الامارات يعني. اكيد طبعا. حابين نتشكرك ابا على ظهورك معنا اليوم. وقبل ما ننهي الحلقة حابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لكافتيريا نأنأة. نأنأة كافتيريا موجودة على جوجل. ممكن نوصلها بجوجل ماب باسم نأنأة كافتيريا أو نأنأة ريستورانت. موجودة على الفيسبوك برضو باسم نأنأة ريستورانت. موجودة على انستجرام باسم ريستورانت نأنأة. موجودة على سناب شات، تمام؟ فكل السوشيال ميديا احنا موجودين عليها. وموجودة برضو على التيك توك، واحنا كمان متواجدين زي ما قلت لحضرتك في جوجل. على جوجل ماب ممكن تلاقينا بسهولة جدا. وممكن نتواصل عن طريق رقم التليفون او الواتساب اللي هو 238-1707. طبعا جميع ارقام التواصل وايضا وسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر اسفل الشاشه الخاصه بكافتيريا نأنأة. نشكرك مره اخرى على ظهورك معنا. شكرا استاذ ياسين، نورتنا ونورت البرنامج. نورت. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعتين وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله. شكرا جزيلا.